بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص احنا المرة اللي فاتت نعتبر خلاص خلصنا الموضوع بتاعنا، ما فيهوش اي مشكلة خالص وكل حاجة تمام 10 على 10، لكن في حاجة انا شايفها برضو مش حلوة الى حد ما، عاوزين نهندلها. اللي هي دلوقتي انا عملت لوجن باسلام، تمام؟ فاسلام لوجن ما فيش مشكلة. لو عملت لوجن بمين؟ بيوسف، برضو ما فيش اي مشكله، يوسف جوين. فعند احمد قال له ايه؟ عند قصد عند اسلام قال له ان يوسف جوين، تمام كده. اسلام عشان اول واحد داخل عارف مين اللي بيعمل جوين بعدين، لكن لما يوسف دخل، طب يوسف مش عارف مين قبل كده اللي جوين، مين اللي حصل له جوين، مين اللي معاه في المحادثه، زي ما بيقولوا كده ايه، خاشش كده بعماه ما يعرفش. طب اللي قبله مين؟ اللي قبله ممكن يكون 50 واحد قبله، فكده يوسف مش عارف. فاحنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل كده قايمه في الايه، في الجنب كده. عارفين لما بتخش على الفيسبوك او اي ابلكيشن تلاقي يوزر قدام قصاده علامه خضراء انه اونلاين؟ ايوه، عاوزين نعمل حاجه زي كده هنا، بحيث ان اي حد يخش يشوف مين اللي عنده اونلاين. لو مش اونلاين مش هيبقى موجود في الليسته ديت. حلو حلو، مفيش اي مشكله. تعالوا بقى نشوف نقدر نعملها ازاي. بص، لكل الفكره وبكل بساطه، بعيد عن الفرونت دلوقتي خالص، هنروح على الباك نهندلها الاول. انا اول حاجه هكريت جافا كلاس، هسميها ايه؟ اكتف يوزر. ده كلاس، تمام؟ هيكون فيه تو اتريبيوت، برايفت. برايفت ايه؟ برايفت سترينج، واقول له وليكن برايفت سترينج يوزر نيم، تمام؟ وهقول له برايفت سترينج سيشن، ان كل يوزر هيكون عندي بيكون ليه سيشن، وهنعرف هنجيب السيشن ازاي. السيشن ده بتبقى حاجه يونيك، حاجه زي ما تقول كده ايه، حاجه لو يوزر خدها مفيش يوزر يقدر ياخد سيشن زيه، حاجه يونيك. عارفين اليونيك اللي هي الحاجه الايه، لو حد خدها زي الاي دي كده. شفت الاي دي؟ هل انا ممكن يكون معايا اي دي واحد وانت اي دي واحد؟ لا، مستحيل، كل واحد بيكون له رقم غير الثاني، تمام؟ خلينا نعمل كونستراكتور الامبتي، ونعمل كونستراكتور بالتو اتريبيوت، ونعمل الجيتر والستر. في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. ده ايه؟ ده كلاس اكتف يوزر. حلو، هروح اعمل ايه؟ هعمل جافا كلاس تاني هسميه ستورنج، او اسميه مثلا ايه، يوزرز، تمام؟ هسميه ايه، يوزر، او خليها ممكن نسميها، عاوزين اسم نخزن فيه كل يوزر الاكتيف اللي عندنا، ممكن نسميها ستورنج مثلا، ماشي، تمام؟ ما فيش اي مشكله وكله تمام لغايه ايه، لغايه دلوقتي. حلو، انا اسف، الاستورج دي ايه المفروض؟ ديت ايه؟ مش دي استورج اهو، ريفاكتور، تمام، ريني، تمام، اي جي اي، تمام، ريفاكتور، ما فيش مشكله. هنا هعمل ايه؟ هعمل ليست اوف اوف ايه؟ اوف الاكتيف يوزر، اللي هو الكلاس اللي احنا لسه ايه عاملينه. اكتيف يوزر، نعمل امبورت للليست ايكوال نيو ايه؟ اري ليست. في مشكله؟ اظن ما فيش اي ايه؟ اي مشكله. واخليها بابليك ستاتيك. ليه خليتها بابليك استاتيك؟ طبعا خليتها استاتيك عشان اقدر اناديها عن طريق اسم الكلاس دوت الاتريبيوت على طول، بدل ما اعمل اوبجكت وبدل ما اعمل اوبجكت استخدم اسم الاوبجكت دوت كذا، لا انا اعملها استاتيك عشان اقول له ستورج دوت كذا على طول، تمام. هنا لو عاوز اضيف هقول له ستورج دوت اكتف يوزر ليست دوت اد. طب عاوز ريموف، هريموف عن طريق ايه؟ عن طريق السيشن، لان السيشن ديت بتبقى حاجه يونيك، حاجه بتاعت اليوزر بس، تمام؟ فانا هقول له هنا public static برضو
void اقول له remove by session. في مشكله؟ ما فيش مشكله. هتستقبل مني ايه؟ هتستقبل مني السيشن اللي هيجي لي اهو string session. تمام. المفروض اليوزر او انا بعت له هبعت له ايه سيشن بتاع اليوزر، هو هيدور في الليست عن اليوزر اللي ايه اللي سيشن بتاعه بيساوي السيشن ده ويعمل لي ريموف. تمام. هقول له ايه؟ هقول له فور لوب، هقول له انت اي ايكوال 0 اي اقل من اكتف يوزر ليست دوت سايز اي بلس بلس. لو حد حابب يشتغل ستريم بدل الفور في كذا طريقه انك تلف على الليسته، بس انا مستخدم الطريقه البديهيه خالص عشان ايه ما دخلكش في حوارات، لان مش ده مضمون الايه الفيديو. تمام. عشان في ناس ممكن تقول لك ايه استخدم الاستريم ولف على الاكتف يوزر ليست افضل من الطريقه ديت، مفيش مشكله. خلينا في طريقه عاديه عشان كله يكون فاهم. حلو حلو. هقول له ايه؟ هقول له اف. والله انا هجيب هلف عنصر عنصر على ايه على الليسته بتاعتي. هقول له اف الاكتف يوزر ليست دوت جيت اي، انا هبدا من ايه من زيرو. لو دي مثلا فيها خمسة يوزر، اذا هو هيبدا من اي ايكوال زيرو، لانك انت عارف ان الليسته بتبدا من انتكس زيرو زي الاري بالظبط. تمام. وهتمشي ايه؟ هتمشي زيرو 1 2 3 4 لانها اقل من الخمسه، فالخمسه مش معايا، فمشيت من الزيرو لغايه الاربعه اللي هم الخمسه يوزر بتوع. ففي كل مره هجيب يوزر منهم عن طريق الاي، هقول له هات منها دوت جيت سيشن. لو هي دوت ايكوالز السيشن اللي جايه لي، اذا كده انا ايه؟ انا قارنت بين اليوزر اللي موجود في الليسته ديت وجبت السيشن بتاعه وقارنته بالسيشن اللي ايه؟ اللي انا حدهوله. لو فعلا بيساويه، طبعا عشان تساوي بين اثنين سترنج ما بتعملش ايكوال ايكوال، بنعمل ايكوالز. هقول له بقى ايه؟ هقول له الاكتف يوزر بتاعتي دوت ريموف واديله الاندكس بتاعي اللي هو الاي. ما انا لو جبت الاي وجبت السيشن بتاعها ولقيته بيساوي السيشن، اذا الاي ده هو اللي عاوز اعمل له ايه؟ ريموف. فعملت له ايه؟ دوت ريموف. وبعد كده هعمل بريك، مش هكمل خلاص، ما انا لقيته خلاص. تمام؟ تمام. اذا انا هنا اديت له السيشن وايه؟ ودورت في الليسته، لو لقيته بعمل له ايه؟ بعمل ريموف للاوبجكت كله. اهو ديت الليسته ديت مكونه من ايه؟ كل اليمنت فيها هي اكتف يوزر اوبجكت. فلو لقيت السيشن بتاع الاوبجكت اللي بجيبه كل مره بيساوي السيشن ده، هعمل له ريموف واعمل بريك. حلو. خلصنا ديت، خلصنا. هروح فين بقى؟ اضيف واحذف. بص بقى معايا، خلاص دول خلصناهم اهو. حلو. هاجي بقى فين؟ في الكنترولر. مش هنا في الكنترولر دي الفانكشن اللي بتعمل اد اليوزر عندي في الهاندل، في الهاندل اكسسوار، صح؟ تمام. فانا هقول له هنا ايه؟ ستورج. تمام. دوت، شوف الاستاتيك خليه تعمل دوت، اجيب الليسته واجيب الفانكشن اللي هي ريموف باي سيشن، فهقول له دوت ايه اكتف يوزر ليست دوت اد. هضيف بقى ايه؟ هضيف اوبجكت من الايه؟ هضيف اوبجكت من اكتف يوزر، لان الاكتف يوزر ليست لو احنا رحنا لها هتلاقي هي لسته من اكتف يوزر، فكل ايمنت بضيفه بضيف ايه؟ ايه اوبجكت. فهعمل اقول له هنا ايه؟ نيو، هعمل اوبجكت من اكتف يوزر اهو. ادي له اول حاجه عاوز اديله ايه؟ لو رحنا الاكتف يوزر بنديله اليوزر نيم والسيشن. تمام. اليوزر نيم اللي هو السندر اهو، شاد مسج دوت كلها دوت جيت سندر. كده اديت له ايه؟ اديت له السندر اللي هو اليوزر. فاضل ايه؟ فاضل السيشن. السيشن اجيبه ازاي؟ هقول له هيدر اكسسوار دوت جيت سيشن اي دي او دوت جيت سيشن اي دي، واعمل سيمي كولون. خلاص كده انا في الاستورج رحت على الليسته بتاعتي، ضفت نيو اوبجكت من اكتف يوزر، اديت له السندر واديت له ايه؟ السيشن. حلو قوي، حلو قوي. ده لو ايه؟ لو يوزر عمل كونكت عندي في الشات. تمام. طب العكس لو هو عمل ايه؟ لو هو قفل الكونكشن وطلع من الشات، هعرف منين؟
طبعا كان عندنا حاجه اسمها ويب سوكت اكشن. فاكرين الديسكونكت؟ كنا بنعمل ديسكونكت لو هو ايه، لو هو عمل ديسكونكت ممكن اعمل اي حاجه هنا. فانا حاجه هنا هقول له ايه، هقول له الاستورج برضو اهو، اسف الاستورج اهي دوت ريموف باي سيشن. ما هنا هعمل ريموف، انه عمل ديسكونكت هعمل ريموف وهديله السيشن. هجيب السيشن منين؟ نفس الفكره، هقول له هاندل اكسسوار دوت جيت سيشن اي دي، كده جبت السيشن اي دي وبعته. اذا هنا يضيف اليوزر الاكتف عندي في الاستورج بتاعتي في الاكتف يوزر ليست، هنا ايه؟ هنا يحذف. تمام. عاوزين برضو قبل ما نقفل الفيديو نعمل ايه؟ نعمل تيستنج. فانا هروح اعمل كنترولر اهو، هقول له ايه؟ يوزر كنترولر. تمام؟ حط فوقها at rest controller عشان هرجع جيسون داتا. هقول له at get mapping، قول له وليكن ايه؟ active user باك سلاش active user او active وخلاص. تمام؟ هقول له public، هرجع لسته من الactive user. اهو ليست مجرد اسم فانكشن، واقول له ايه هنا بس هعمل امبورت للليست. هقول له هنا ايه ريتيرن ايه ستورج دوت ايه اكتيف يوزر ليست. كده انا رجعت الايه الليست. تمام. نعمل ريران ونيجي نجرب، نعمل ريران ونيجي ايه ونيجي نجرب. دول اتنين شات اهم صح، اهو دول اتنين شات. تمام. خلينا نعمل هنا لوكال هوست 8080 باك سلاش اكتف انتر، رجع لي ايه الري فاضيه اهي، شايفينها ليه؟ لان انا ما عنديش يوزرز عملت كونكشن. تمام. لو رحت هنا عملت اسلام خضر وعملت لوجن، قال لي اسلام خضر جوين. لو رحت هناك عملت ريلود شايف انضاف، قال لك ايه اليوزر اسمه اسلام خضر والسيشن بتاعه كذا. حلو. لو رحت عامل لوجن بواحد تاني وليكن احمد، عملت لوجن خلاص هو عمل لوجن، لو رحت عملت ريلود هتلاقيه انضاف اهو، احمد انضاف اهو. تمام. لو اسلام خرج اهو، اسلام قفل اهو، هروح هناك تلاقي اسلام ايه اتحذف، ما فاضلش غير احمد. لو احمد اتحذف هو كمان هعمل ريلود الام بي تي ايه ام بي تي ار. شايفين؟ اذا الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص، الدنيا تمام والموضوع جميل جدا. كده احنا عملنا الاي بي اي بتاعتنا اللي هتساعدنا انها تجيب لنا الاكتف يوزر. فاضل بقى نربطها مع ايه؟ نربطها مع الا وهي الفرونت اند. تمام. كليك يمين جيت اد جيت كوميت، هقول له ايه؟ هقول له كرييت اي بي اي اكتف يوزر كوميت اند بوش كوميت اند بوش كوميت اني واي بوش. عمل بوشنج، هروح هناك اعمل ريلود اهو ب 14 اهو كرييت اي بي اي اكتيف يوزر. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.